الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي، أهلا بك رائد وشكرا على وجودك. هل تعتقد أن الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية مستدام؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل سيكون مؤثر بشكل كبير على أسواق الأسهم أو قد يتسبب في موجة بيعية على أسواق الأسهم؟ يعني نحن لاحظنا الارتفاعات التي حدثت على عوائد السندات الأمريكية هي بنتيجة نوعا ما محمد يعني كان يعني ترجمته الأسواق كخيبة أمل فيما يتعلق بخطة تقليص برنامج شراء السندات وموعد هذا التقليص وبدء عملية التقليص، يعني تم قراءته بشكل أو بآخر على أنه هو دوفيش أو نوعا ما تسهيلي تيسيري في الأسواق الأمريكية، وذلك يعني سبب نوع من التوجه نحو عوائد السندات في الارتفاع. أعتقد ما يحدث حاليا هو عملية تحضير لمرحلة انتقالية في السياسة النقدية. بلا شك يجب أن يكون هناك أخذ بعين الاعتبار لعملية تقليص في برنامج شراء السندات ممكن أن تكون ذات سرعة متوسطة، يعني خلال عام ممكن أن يتم تقليص البرنامج بشكل كبير جدا ليصل إلى مدون 50 مليار يعني دولار أمريكي من 120 حاليا، ممكن أن يحدث ذلك خلال فترة قصيرة جدا. في نفس الوقت نحن في عنا عملية التضخم الذي فعليا بدأنا نلمسه بارتفاعاته واضح جدا، حتى يعني وصلنا إلى الدوربل جود، وصلنا إلى يعني المبيعات المنازل، وصلنا إلى مؤشرات أسعار المستهلكين. العديد من المؤشرات سواء كانت يركز عليها الفيدرالي أو حتى التي لا يركز عليها بشكل مباشر بدأت تظهر ارتفاعات حادة بنتيجة ضعف الدولار الأمريكي، وهذا الضعف متأتي من برامج التيسير الضخمة وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل كبير جدا، وهذا يجبر صناع السياسة النقدية على اتخاذ مواقف أقرب. فبالتالي ممكن بنوفمبر نشوف حدة أكثر في خطاب الفيدرالي الأمريكي، وممكن صرامة أكثر في عملية تقليص برنامج شراء السندات. طيب لماذا نشاهد السندات قصيرة المدى وعائد السندات قصير المدى يتحرك أسرع كثيرا في الوقت الحالي من عائد السندات طويل المدى؟ يعني نحن بنشوف في عنا بالفترة الحالية فرصة، أنه أنا عندي عملية تمويلات سريعة تحدث حالياً بنتيجة استغلال أنه عندي هالسياسة التيسيرية موجودة، فبالتالي عملية استغلال للفترة القصيرة، وبالتالي يعني مضمونيتها خلينا نقول أكبر بكثير حدوثها في الفترة الحالية. بالتالي السندات قصيرة المدى طلب عليها حالياً أكبر بكثير من السندات طويلة المدى التي ستتغير بنتيجة تغير فعلي في أسعار الفائدة ورفع تدريجي في أسعار الفائدة، وبالتالي استحقاقاتهم راح يأخذوها خلال فترة يعني طويلة نسبيا بعوائد أقل. بالتالي هذا ما يجد جاذبية في السندات قصيرة المدى في الوقت الحالي. ولكن إجمالا هي عملية المفاضلة قد تحدث حاليا بنتيجة الانقلاب أو التغير الواضح الذي يحدث حاليا في السياسة النقدية، ومن ثم تعود مجددا إلى عملية الموازنة الطبيعية التي يظهر فيها الكيرف بشكل واضح جدا أنه عندي الطلب على السندات المتوسطة إلى الطويلة يكون أكثر من السندات القصيرة. طيب يعني منذ عدة جلسات في سوق الأسهم الأمريكي ونحن نلاحظ أن هناك حالة ابتعاد رائد عن الأسهم قطاع التكنولوجيا، أسهم المومنتم والزخم التي كانت يعني هي التي تقود السوق في الفترة الماضية. اليوم نشاهد يعني مثلا بالأمس الداو جونز والارتفاعات كانت على معظم الأسهم محدودة، ولكن تراجعات على أسهم قطاع التكنولوجيا. هل تعتقد أنه فقط سيحدث تدوير لهذه السيولة فقط التخارج من الأسهم الأكثر خطورة والتي ارتفعت بشكل كبير، أم أن السوق كله قد يتأثر؟ يعني إذا انتبهنا لهذا الشيء تقريبا من حوالي شهرين لتاريخ اليوم، وهو تركيز كبير جدا على أسهم القيمة يعني وأسهم النمو بالمقارنة مع الأسهم الأخرى، لأنه تركيبتها حاليا مفيدة جدا، عدم انخراطها انكشافها الكبير للتطورات الكبيرة التي تحدث سواء كان على صعيد السياسة النقدية أو ارتفاع أسعار الوقود، أو في عنا نقطة مهمة جدا وهي المرتبطة بالعملاق الصيني، عملاق العقارات الصيني. كل هذه الأمور بدأت تعيد خلط الأوراق بعض الشيء بالنسبة للمستثمرين، ويتجهون إلى أسهم قيمة يعني كاستثمارات يعني مستدامة بشكل أكبر. ببساطة شديدة لأنه أنا في عندي في المرحلة الحالية
الحالية نتيجة سحب السياسة النقدية السهلة والزج يعني تقليصات في برامج شراء السندات، رفع في أسعار الفائدة، ارتفاع تدريجي في قوة الدولار الأمريكي، راح يكون تأثيره مباشر على قطاع التكنولوجيا في الوقت اللي نحن أو على قطاعات خلينا نقول التي تحمل مخاطرة أعلى عائد أعلى في الفترة الحالية، وهذا يقلص نوعا ما من شهية المخاطرة من قبل المستثمرين ويتجهون إلى استثمارات مستدامة ميالة إلى أن تكون متوافقة مع السياسات المالية الجديدة والسياسات التحفيزية الجديدة التي يتم ضخها من خلال حكومة بايدن الأمريكية وهي في الطاقة البديلة وما إلى ذلك بالمقارنة مع الاستثمارات اللي خلينا نقول متقلبة أو أكثر زخما إن صح التعبير. رائد، هل تعتقد أنه إغلاق الحكومة الفيدرالية قد يشكل مشكلة هذه المرة، خاصة شهدنا تحذير كان واضح من جانيت يلين أن هذه المرة لن تكون أو لن تمر بشكل سلس على الاقتصاد؟ لا أعتقد أنه رح يكون التأثير يعني كبير يعني ببساطة شديدة، لأنه هناك عوامل كثيرة مؤثرة اضطرت إلى التوسع في عملية الاستدانة من الحكومة الأمريكية، وبالتالي يعني سوف يتم رفع سقف الدين الأمريكي، وبالتالي عملية التمويل الحكومة ممكن ما تكون هي العامل العائق الأكبر في ظل وجود أصلاً سياسة تحفيزية متكاملة نقدية ومالية وبشكل كبير جداً، وأعتقد عنده شعبية وعنده يعني كلمة يعني خلينا نقول دستورية متكاملة. بايدن لديه سلطات يعني الديمقراطيين قادرين على تمرير أي اتفاق في الفترة الحالية بنتيجة سيطرتهم على يعني المجالس الثلاث، بالتالي هذا يحقق إمكانية أن يكون هناك تمرير لأي موافقة على تمويل الحكومة. ولكن النقطة الأهم يعني اللي هي أنه فعلا إلى متى سوف يستمر رفع سقف الدين الأمريكي بشكل كبير جدا دون أن يوجد هناك أي تعليقات أو أي اشتراطات في هذا السقف، وأن يكون هناك نظر في الميزانية الفيدرالي المتضخمة بشكل كبير. أشكرك على هذا التحليل رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكوتي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا دعونا